يا مساء الخير على كل اللي بيتابعونا، اهلا بيكم. حلقه جديده من هي حلقه بدايه الاسبوع، ويعني زي ما احنا بنقول دايما الحياه وعجله الدنيا يعني ما بتقفش بتمشي، رغم الحزن الحقيقي ملأ قلوبنا يعني من امبارح بالليل وحتى اليوم، واحنا كلنا في مصر وفي الوطن العربي بنودع الفنان ساحر السينما والتلفزيون المصري والعربي الفنان القدير محمود عبد العزيز، اللي وفاته المنية بالأمس يعني في ساعات متأخرة. وأعتقد أن احنا كلنا تابعنا هذا الخبر، ومش بس من خلال يعني الأخبار أو التلفزيون، لكن برضو تابعنا كل محبي وكل الفنانين اللي كانوا يعني مقربين لي من خلال يعني تعليقاتهم على السوشيال ميديا، من خلال الأخبار، من خلال كمان التصريحات اللي خرجت عنهم. احنا كمان يعني هنبدأ حلقتنا النهاردة واحنا بننعي الفنان القدير، وبنعزي طبعا نفسنا كبداية، وبنعزي المصريين كلهم في وفاة فنان قدم للسينما وقدم للتلفزيون المصري أعمال فنية أقل ما يوصف عنه فيها إنه فعلا سحرنا، يعني ساحر فقط لا غير. النهارده تم تشييع الجنازه، جنازه الفنان القدير محمود عبد العزيز من مسجد الشرطه في مدينه 6 اكتوبر، وانتقل الجثمان الى مدافن العائله في ام خبيب في اسكندريه تحديدا، ويعني كان هناك عدد كبير جدا، الالاف من المشيعين ومن نجوم الفن والوسط الفني ومحبي الساحر. احنا نروح نشوف سريعا فيديو عن تشييع الجنازة ونرجع نتكلم في يعني اسماء كتير، ابرزهم الساحر ابو هيبة، رأفت الهجان، يعني كلنا تربينا حقيقي عليه وما زلنا بنتفرج عليه حتى هذه اللحظة، الشيخ حسني طبعا في فيلم الكتكات، يعني ما كان يعني ما فيش اروع من كده ولا جمال اكتر من كده. خلونا نروح نشوف تشييع الجنازة ونرجع نكمل كلامنا. محمود عبد العزيز يعني مش هنقدر نتكلم عليه دلوقتي، احنا في الموقف لا يحتمل اكتر من كده. ربنا يرحمه بقدر ما اسعد الملايين طوال سنوات عمره، ربنا يرحمه. لا اله الا الله محمد رسول الله. قد ايه هذا الشخص المحب لبلده والدينه والفن والجيران، يعني مش عارف ده طاقة محبة كده ربنا سبحانه وتعالى جعلها بينا وللأسف فقدناها. صاحبي وكان معاه في الحج الله يرحمه. إن الله وإنا إليه راجعون. رحمة الله على الفنان محمود عبد العزيز، كان صديقا عزيزا، كان فنانا كبيرا احترم فنه وأخلص له، فاحترمه جمهوره وقدره، وإن شاء الله سيبقى في ذاكرة السينما العربية والثقافة العربية بشكل عام. فقدت حد من أهم شخصيات الوطن العربي كله، نقول له لا يا في حياتك. ربنا يرحمك يا أستاذ محمود. دي يعني كانت لقطات طبعا لينا في تشييع جثمان يعني فقيد السينما والتلفزيون العربي، يعني ممكن نقول عليه حقيقي ان هو كان أسطورة في الفن، ساحر كان متميز، كل أدواره كانت أدوار مؤثرة، وما اعتقدش ان هو يعني، واعتقد ان الكتير كمان علق على ده،
من نقاد وفنانين ما شفنالوش مرة يعني دور معلمش فينا، معلمش في وجداننا، ما خدناش منه حتى بعض التعليقات في حياتنا بقينا نقولها بهزار. يعني فنان، فنان بمعنى الكلمة. أنا عايزة أقول لكم كمان إن الكتير مش بس من الفنانين اللي حضروا الجنازة، لكن أيضا فنانين كتير نعوا الراحل محمود عبد العزيز على الحسابات الخاصة بيهم. يعني على سبيل المثال لو بدأنا مع بعض، كان على موقع إنستغرام كتبت الفنانة إلهام شاهين صورة، طبعا بعد ما حطت صورة ليها طبعا هي والساحر، وكتبت: وداعا الأخ والصديق محمود عبد العزيز، اللهم اجعل محمود من الذين إذا أحسنوا استبشروا، اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن يكون محمود ممن بشر عند الموت بروح وريحان ورب راضي. كمان الفنان أحمد رزق نشر صورة لمحمود عبد العزيز معلقا عليها: ربنا يرحمك ويغفر لك يا أستاذ. الفنان حكيم كمان حط صورة للنجم الراحل محمود عبد العزيز وعلق عليها بجملة: إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان العظيم محمود عبد العزيز في ذمة الله. كمان محمد عادل حط برضو صورة للساحر وعلق عليها وداعا تحت يعني هاشتاج محمود عبد العزيز: أنت عايش في قلوبنا، البقاء لله، هاشتاج الساحر. بيومي فؤاد برضو الفنان نشر صورة بتجمعه بالنجم الراحل وعلق عليها وداعاً يا ساحر. النجمة إيمي فؤاد، إيمي سمير غانم، عفواً إيمي سمير غانم كتبت: ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعلك من أهل الجنة ويصبر كل اللي بيحبوك، بحبك من قلبي يا أجمل راجل يا أسطورة الفن. حقيقي كان أسطورة في الفن، مفيش دور اتعمل قام بي الفنان محمود عبد العزيز إلا وعلم في قلوبنا، يعني في ذاكرة حقيقي، علم في ذاكرة التاريخ، تاريخ السينما، تاريخ التلفزيون. التلفزيون يعني ما ننساش أبدا يعني أبو هيبة في جبل الحلال، يعني فنان أكتر من رائع. ما ارتبطتش أعماله على فكرة بحاجات سياسية كتير، كان فنان بمعنى الكلمة، أدواره كلها أدوار فنية مجتمعية بشكل كبير. يعني إحنا كان فيه كمان الغريب إن رواد بقى التواصل الاجتماعي لم يكتفوا طبعا بمتابعة بس آراء والهاشتاجز بتاعة الفنان الخاصة بالفنان محمود عبد العزيز، لكن كمان بدأوا يشيروا ليه الكثير من الفيديوهات. كان أبرز الفيديوهات اللي تم تشيرها هو فيديو وكل الناس بدأت تعلق عليه، إنه يعني سبحان الله إزاي، يعني كيف لو أن يكون بهذا الترتيب، ترتيب لفنانين كبار. بالترتيب كان أحمد زكي، نور الشريف، الفنان محمود عبد العزيز. كان في حفلة وكان بيقدمها الفنان الجميل سمير صبري. الحفلة دي كانت على إثر تكريم الفنان محمود عبد العزيز في فيلم الكتكات الشيخ حسني، وكانوا مفترض إن هما يعني في حفلة بعديها، وحضر الفنان أحمد زكي والفنان نور الشريف في الحفلة، وحياهم طبعا الفنان الجميل سمير صبري على تواجدهم، لأنهم ما حصلوش على جايزة، لكن الفنان محمود عبد العزيز حصل على جايزة في دوره في فيلم الكتكات، لكن هم حضروا الحفلة وكانوا متواجدين على الستيج المسرح الثلاثة بهذا الترتيب: أحمد زكي، نور الشريف، الفنان الراحل محمود عبد العزيز.